اول حاجه هنعملها مع بعض مربى الخوخ. المربى الاصلي بتاعها بيحطوا كيلو الفاكهه على كيلو سكر، دي بتاعت السنه، بس انا مش هعمل كده. انا هعمل كيلو سكر، كيلو فاكهه او كيلو خوخ على نص كيلو سكر بس، الكيلو على النص. 2 كوبايتين ونص سكر، اهو نص كيلو من السكر، وعصير ليمون. طبعا حابين نضيف لون، حابين نضيف جيلي، زي ما انتم عايزين. تمام، بس كده. هناخد بقى هنا الخوخ، طبعا لازم يتغطى ويتحط عليه عصير ليمون عشان بيغمق بسرعه جدا. تمام، هنا بقى طبعا انا ممكن عايز اضيف له سنه لون، علشان ايه لون الخوخ مش عاجبني كده، فممكن اديله سنه احمر فيديني سنه بامبق كده، فهخليها بس ايه في الاخر مش دلوقتي. اول حاجه انا هاخد الخوخ، بسم الله الرحمن الرحيم، عليه السكر 2.5 كوباية من السكر. الخوخ بقى كل ما يكون مستوي كل ما يكون احسن، يعني كل ما يكون الخوخه مستويه كده حلوه كل ما هيكون احسن. ومعلقه عصير ليمون، هضيف لها بس شويه ميه عشان ما تحرقش معايا، بس يعني انا لو انا كنت نقعاها في السكر انا هديها كوبايه ميه بس. كوبايه الميه دي حسابها تتبخر، مش هغطي ولا حاجه. لو انا مش عايزه احط سكر كده بتاخد معايا مده اطول في السوى، لو انا ما فيهاش ميه بتاخد مده اقل في السوى. طب انا ازاي ما احطلهاش ميه وهي خوخ كده عامل كده؟ لا بصي بقى، زي ما قلت لك قبل كده، اي مربى بنعملها بنحط عليها السكر قبليها بيوم في الثلاجه. يعني قطعت مربى زي ما انا عاملاها كده، اروح حط عليها السكر والليمون ومقلباها في طبق ومغطياه وادخلها الثلاجه لغايه ثاني يوم. هتلاقي ثاني يوم بقى ايه، نزلت الميه بتاعتها مظبوطه جدا. ابدا ان انا احطها على النار واهدي النار عليها وتستوي زي ما هي كده، تاخد بقى مده اقل كتير جدا من انا حط عليها كوبايه الميه دي. كوبايه الميه بقى استنى بقى لما تتبخر والسكر يتعقد وشغلانه كده. تمام، انا هحط عليها اللون في الاخر، يا لون يا باكو جيلي، يعني ممكن تحطي باكو جيلي ايه اصفر عليها برضو. تمام كده، انا هركن المربى، يعتبر خلاص هي دي مكوناتها اللي انا بس كل شويه اقلب فيها. هي بس هتغلي، تغلي قوي، وهنقلها على العين الهاديه واوطي عليها النار شمعه خالص. وكل اوعي تشط منك، لو شطت منك هيبقى كل ريحه المربى ايه مشيطه ومهديه عليها النار خالص، ولو في اي ريم كده تحاول ان انت ايه تشيليه. تمام، من وقت للتاني كده، منبى يا معلم منبى، بسم الله الرحمن الرحيم. سيبيه يبرد، سيبيه يبرد تماما. طبعا كده انا ما حاش يبرد تماما ولا حاجه، بس انت سيبيه يبرد تماما.